أعلنت وكالة رويترز أن بريطانيا تعتزم إنهاء جهود إجلاء المدنيين في أفغانستان اليوم. كما أفادت رويترز بأن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أكدت أن فرنسا أنهت عملية الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول. وأوضحت بارلي أن فرنسا ستواصل مساعدة الراغبين بمغادرة أفغانستان، مشيرة إلى أن نحو 3000 فرد منهم 2600 أفغاني نقلوا إلى فرنسا خلال العملية. من جانبها أعلنت اليابان أنها نقلت 14 أفغانيا من كابول ضمن عملية إجلاء مواطنين يابانيين وآخرين من أفغانستان.